الأستاذة صفاء. أستاذة صفاء أهلا وسهلا يا أستاذة صفاء، ازيك اتفضلي. يا دكتور؟ كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة. أولا أنا بشكر التعداد اللي كلموني، ناس محترمين ويردوا علينا بلطف وبرقة وبتعامل نظيف، وسبحان الله أول ما رنيت الخط جمع معايا، ودي بشكر التعداد عندك، شكرا بشكر كل لحضرتك، القائمين على العمل والله. أنا بشكر حضرتك باسمهم وبنقول لحضرتك ده حقك علينا. ربنا اتفضلي. يبارك لك يا دكتور. إيه، اللهم صل وسلم على رسول الله. انا عليه بس الصلاة يعني والسلام. الموضوع اللي بتتكلم فيه حضرتك ده موضوع جميل جدا جدا جدا. اولا انا مش ست صغيره، انا عندي 58 سنه، زوجي عنده 67 سنه، انا عشت معاه بما يرضي الله وهو كمان، وانا بشكره عن لسان حضرتك، عن لساني في البرنامج، لإلا تعاملنا بلطف. وانا نفسي، انا ام لثلاث بنات، ولاد البنات دول تتعلموا تعليم عالي، تربية إنجليزي، صيدلانية، كلية تمريض، وتعينت معيدة في الجامعة. بوجوده وبإرشاده، وهو راجل طيب. أنا ما عنديش سؤال على فكرة، أنا بكلم حضرتك عجيل الأيام دي، جيل عايز تبادل مع التفاهم، عايز مستعجل متسرع. إحنا عشنا أيام صعبة مش وأيام كل حلوة وأيام استاذ صفاء، استاذ صفاء اولا حاجه، انا يعني انت مش عارفه مكالمه حضرتك دي يعني ايوه ادخلت السرور على قلبي قد ايه، ان احنا ايوه النماذج اللي فيها هذا الجمال في اهو العشره وحسن العشره، وان هم الاولاد اهو يطلعوا في بيئه صحيه ويطلع مليانين عافيه، ومش متصله بس غير انك انت تشاركينا معاكي جمال زوج حضرتك والحياه اللي انتوا عشتوها، فانا ممتن جدا جدا وسعيد قوي 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 باتصال حضرتك، مش بس عشان حضرتك بتقولي كلام حلو والكلام حلو قليل، لا الكلام حلو كتير والناس الخير فيها كتير، احنا محتاجين بقى نشوف ده، فانا شاكر لحضرتك ان انت اتصلتي. الامر التاني، انا شاكر لحضرتك جدا 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 ان انت مهتمية كمان ان انت توصلي الكلام ده للناس. صحيح اللي انت بتقوليه دوت الناس ملحوظ فيهم، الناس الشباب عندهم اتجاهات تانية، اتجاهات بتتجه ناحية الفردانية، مش راحية ان الناس تطول بالهم على بعض وان الناس تستثمر في العلاقات، وعشان كده على فكرة عشان الناس ما بتستثمرش في العلاقات زادت العلاقات المسمومة كتير، بس برضو لسه في خير ولسه شبابنا كفاية، بس تحس الامل اللي جواهم ان حد يحتويهم، ان حد يطبطب عليهم. صحيح هم بينفعلوا، بس تخيل لو ان حد حسسهم ان هم اللي هو في ظهرهم وان هم مع بعض وان الحنيه موجوده، قد ايه هنخرج منهم حاجات حلوه. وعشان كده انا موافق على جزء من اللي حضرتك قلتيه في الجزء الثاني، مع سعادتي طبعا بالجزء الاولاني، لكن احنا محتاجين نحسس اولادنا ان هم فيهم خير كتير، وان شاء الله سبحانه وتعالى يظهر الخير على ايديهم. نعم.